شو اللي بدك تترك يعني ما بدي بين حقي شو انا ماني انا ماني كاريتاس بس انت كمان انا الهدف اه. توقفهم على الهوا او تاخذ مستحقات ماديه ماديه بعد ما قررت الهدف بي... هلا هل هلا الهدف بين حقي اي لهلا الهدف بين حقي هيك انه انا اليوم انت خلص ما هن بيعرفوا انه لك حق عندهم لا مهم مهم انا اعرف انه هذا الشيء اللي هو حق لي ما يرسه ما ما حدا ما حدا من الشباب اخذ تليفون لا, لأ بيحكوني دائما استاذنك انه هلا نروح مع هشام اذا عندك مشكله او كذا لا ما كان في استئذان كان كان في هيك انه نحن عم نفكر ونحن شو رايك وشو كذا آه طيب شو ال بي سي معقول يعملوا لنا بروجرام معقول يعني كان في هيك تسولف انا كان جوابي من الاول واضح انه انتم عملوا اللي بتلاقوه مناسب من لإلكم يعني انت سمحت له بس لا حاجة لا انا انا لا انا قلت, قلت لا, لا, لحاجة لا, لحاجة لا, حاجة لا حاجة انا قلت لهم بشكل كثير واضح انه انا بالنسبه لي لما تقرروا تروحوا لهذا المحل صرنا بموقع خصومه بس بيجي انا وانت عم تحكي معي آه ومش عارف شو بده يكون قرارك بقعد بقول لك شو بدي اعمل اذا انت عملت كان في مجموعه خيارات كثير كبيره قلت لهم كل واحد بيعرف حاله شو واجباته وشو له وشو عليه وبياخذ الخيار اللي بيناسبه بس انا لما تاخذوا خيار تصيروا بهداك المحل يعني صرنا بموقع خصومه هن يمكن اعتبروها انه هيك حكي انفعالي لحد هلا هن بيبعثوا لي يعني عنوني هنوني على البرنامج يعني لا حكي كثير حدا حدا حكي حدا كثير رايق رح يروح بحقه للاخر ومكفي بنفس الوقت حياته هنوك الشباب على تعقله امل بعثت لي مسج هنتني وجاد يمكن وهشام هنيك على الهوا معك على الهوا انت يعني. هن. ما هنيتهم او ما على أنا الموسم من العاشر من لهون وبس بس على شاشه الام تي في ما منه يعني تني على طيب ديكور جديد ديكور اه اسم جديد لا ما ما جديد. ما حسنت. ما 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 حسيت انا بلا ذوقها يعني انا هني مزوقين انا بلا ذوق عرفت